السلام عليكم أعزائي المشاهدين، برحب بكم في حلقة جديدة من برنامج هنحب أيام، ولسه معاكم مكملين سلسلة الحلقات الخاصة بالنساء والتوليد والعقم. والنهاردة عنوان فقرتنا هيكون بطانة الرحم المهاجرة، واللي طبعا كالمعتاد هتجاوبنا على كل الأسئلة الدكتورة سامية لطفي جاب الله استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم. برحب بحضرتك يا فندم. الاول حضرتك حابه تقدمي اي حاجه كنت قلتي عليها قبل الهوا؟ عايزه اقدم تهنئه بس لشاهين، ده بنتي وجوزها امين الزعبلاوي، وبعيد جوازهم الاول. كل سنه وهم طيبين. يا رب دايما في هنا وسعاده باذن الله. يا رب يا رب، كل سنه وانت طيبه يا مدام شاهين ده، وربنا يخلي لك ماما يا رب. نبدا بقى الحلقه. بس انا عايزه اقول برضو ان انا كان عيد جوازي يوم الخميس اللي فات. طيب كل سنه وانت طيبه. يبقى كده كله الله يبارك فيك، بيباركوا لي بقى في الكنترول دي مفاجاه. طيب اول حاجه عايزين نعرف يعني ايه بطانه رحم المهاجره وايه اعراضها وكيفيه علاجها. تعريف بطانه الرحم المهاجره اللي هي وجود خلايا بطانه الرحم في مكان غير مكانها الطبيعي، مكانها الطبيعي جوه تجويف الرحم. ده ممكن تتواجد في قنوات فالوب، ممكن نلاقيها على المبيض، ممكن في جدار البطن، ممكن على جدار المثانه، جدار الشرج. طبعا هي مش معروف لها سبب بالظبط، لكن في عوامل ممكن تؤدي الى كده. هي ارتجاع الدم، هي اللي الاسم يا فندم يعني ده طبقه انها طبقه موجوده مظبوط. عشان نبقى عارفين، بس دي عباره عن خلايا. تمام. بيحصل انها تنتشر في اماكن تانية غير مكانها. كسبب يعني دقيق مش معروف بالظبط، لكن في حاجات بتؤدي الى كده. رجوع دم الحيض من الرحم الى الانابيب او لتجويف البطن احيانا. طيب. بنت بتبقى نازله ضعيف خلقي، انسداد كامل في فتحه الغشاء، فما فيش حاجه تنزل، او عندها حاجز بالعرض في المهبل برضو بيخلي دم الدوره ما ينزلش. مظبوط. فهي اوريدي بتتكون لكن ما بتتصرفش، فبترد على الرحم، على الانابيب، على جدار البطن. تمام. احيانا الجماع وقت الدوره، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم وقال ان هو اذى. سبحان الله. بيحصل ارتجاع. احيانا مع العمليه واحنا بنعمل قيصريه ممكن بعض الخلايا دي برضو تنتشر في مكان غير مكانها، تتكون كمان. فبيبقى لها يعني احتمالات، لكن برضو كسبب دقيق مش معروف قوي. طيب ازاي بتعالجوها؟ ولا كل الاول حالة على حده؟ ليها اعراض، يعني ممكن الست يجي كل ميعاد دوره تحس بالام في مناطق تانية غير المكان الرحم. تمام. والام تستمر طول فتره الدوره وكمان بعد الدوره بشويه. احيانا لو هي على جدار المثانه او الشرج هنلاقي ينزل دم، على الالام دي ينزل دم في البول او دم في البراز. تمام. طبعا من خلال الشكوى ان تقول لك كل شهر مع ميعاد الدوره ويجي الالم كل فتره الدوره وبعدها، ده بيخلينا نشك في حاجه زي كده. تمام. احيانا واحده بتيجي بتشكو مثلا من الم في البطن، نلاقي كيس دموي على المبيض. مظبوط. ده بيكون سببه او عليه شوكليت سيست، زي كيس زي الشوكولاته. ده سببه برضو البطانه المهاجره. تمام. ممكن الست تيجي تشتكي من ما خلفتش، ونيجي نعمل فحوصات لقى التصاقات شديده حوالين الانابيب ويكون سببها البطانه المهاجره. فبتأدي طبعا، بتأثر في موضوع الحمل والخلفه. تمام. لا وحضرتك ذكرتي برضو انها بتأثر، يعني بتبقى فيها الام زياده للدوره. الام طبعا، الام وانها تأخير الحمل. بالاضافه انها ساعات بتكتشف مثلا بالصدفه، لو احنا فاتحين لاي سبب ولقينا التصاقات بنشك، لان التصاقات ليها كذا سبب من ضمنها اللي هو الخلايا المهاجره. طيب احنا معانا اتصال من مدام شاهندة. الو. الو صباح الخير. صباح النور، ازيك يا شاهندة؟ الحمد لله خير، ازي حضرتك؟ شفت انا فاكره ازاي بقى؟ البرنامج. كل سنه طيبه حبيبتي. حضرتك طيبة، ميرسي. عايزة أصبح على ماما وأقول لها ربنا يخليكي لينا، منورة البرنامج ودنيتنا كلها. شكرا. على فكرة هي ماما مش بس مامتي، دي هي دكتورتي دلوقتي عشان أنا حامل. ربنا يقومك بالسلامة. الدكتورة قالت لي فعلا. مدام شاهندة، يعني بالنيابة عن فريق العمل كله بنقول لحضرتك كل سنة وأنت طيبة، وربنا يهنيكي ويسعدك يا رب في حياتك. وحضرتك بألف خير، ويا رب دايما منورين. ربنا يخليك حبيبتي، ربنا يخليك. شكرا على اتصالك. جميله الحلقه بصراحه، يعني بدأ كده جميله. الحمد لله. طيب برضو ارجع واقول لحضرتك انا يهمني كيفيه العلاج. العلاج، في علاج طبي بالادويه وفي علاج جراحي. العلاج الطبي ان احنا بنبقى عايزين نوقف الدوره ما تجيش للست دي مثلا مش اقل من 6 شهور. تمام. بندي ادويه معينه زي البروجسترون وحاجات مفعولها طويل. طب ليه؟ ما احنا عايزين يعني بقى الخلايا دي ما تشتغلش، ما تبقاش نشطه. ما هو كل دوره تنزف. من الدوره دي بتيجي الخليه بتنشط وبتنزف. والنزيف ده بيؤدي للتصاقات.
مظبوط. فاحنا عايزين نوقف الكلام ده، هنوقف نشاطها عشان نعالج. اه بحيث الخلايا دي ممكن تضمر مع الوقت. مظبوط. الست هترتاحي مجرد ما خدت علاج اساسا بيهدي الرحم، لان البروجسترون ده من الحاجات اللي بتهدي الرحم. تمام. وخلايا مش نشطه خلاص مش هتحس بوجع، لا بتاع الدوره ولا غير الدوره. مظبوط. ده العلاج الطبي. العلاج الجراحي مثلا عامل كيس دموي كبير في المبيض، عامل الست الام ومغص جامد لازم نشيله. تمام. مثلا عامل التصاقات كتيره مقصره في الخلفه. اه. ممكن بنشيل التصاقات دي بالمنظار او جراحه. غالبا بالمنظار او جراحه. او الست بقى تعمل حقن مجهري عشان عايزه تخلي مستعجله، تسيب الالتصاقات بقى انابيب وكده. اه ونعمل حقن مجهري بقى احنا اختصرنا السكه بتاعه الانبوب. ده حقيقي فعلا. فدي بتبقى علاجه من الحاجات اللي هي يا طبيه يا جراحيه. طيب لها سن معين نقدر نقول فيه السن دوت بتجي له اكتر، بيكون عرضه لبطانه الرحم ولا ما شرطش يعني؟ يعني هو بيجي للبنات وبيجي للستات عايز، بس غالبا يعني بيبقى قبل ال 35 يعني. فعلا ده مش للسن العالي يعني؟ لا لا مش السن العالي. طب كويس. ده حضرتك يعني عايزه كل الامراض اكتشفنا انها بعد ال 35. اه لا ده السن العالي قرب ما الدوره هتخلص كده كده اساسا الخلايا دي هتضمر. تمام. طيب احنا كنا بنتكلم في حلقات السابقه عن الامراض اللي بتصيب الام الحامل او الجنين. تمام. اشهرها يعني. طيب لما يكون مثلا الجنين مش نشط. تمام. يا ترى مش نشط يعني حركته قليله؟ اه حركته قليله في بطن الام. ده بيكون سببه ايه؟ يا اما هو الطفل هادي بطبيعته. تمام. كل الظروف حواليه كويسه. او يكون ضعيف. او يكون المياه حواليه قليله، لان المياه دي اللي بتخليه يتحرك فيها ويبقى يمارس نشاطه. مظبوط. الحجم ممكن الجنين قليل، لو واحده مريضه ضغط مزمن او لا قدر سامحه كميه الدم داخل الجنين بتقل فبقى حجمه قليل. الست المدخنه بيبقى الطفل عندها حجمه قليل ويبقى الرئه بتاعته ضعيفه. عندنا فعلا مكتملة. سؤال عن التدخين وعن الكحوليات. بس هنروح له بعدين. كويس طبعا. لا التدخين ولا الكحوليات على الام لان بيأثر على الجنين. هي مثلا بتجذب بنفسها هي حره، لكن بالنسبه للجنين لا. ايه تاثير تراعي جنينها؟ بقول لحضرتك بيقلل الدم اللي داخل الجنين وقلل اكتمال الرئه بتاعته. تلاقي الجنين ضعيف، وتلاقي لما ينزل النفس بتاعه مش حلو ضعيف، وتلاقيه مزرق. بيبقى بياخد مجهود شويه مع دكتور الاطفال طبعا عقبال ما بيعمل له. التدخين والكحوليات ولا التدخين بس؟ التدخين، التدخين اكتر حاجه. الكحوليات طبعا بيأذي الكبد وبيأذي البيبي عن طريق اذيه الكبد. طيب يعني ما نقلقش يعني لو طفل حركته ضعيفه والام بصحه يعني. ما هو من خلال السونار. السونار وطلع كل ما فيه سكور معين لنشاط البيبي. مظبوط. لان السكور ده كويس يبقى خلاص مش مشكله، هو طفل هادي بطبيعته. انما السكور لو ضعيف لا يبقى نضطر نشوف من ايه. حضرتك ذكرتي برضو لو الميه قليله فالبيبي بيكون طيب. ايه اسباب الميه انها بتقل ايه؟ هي الميه دي عباره عن دوره سايكل. الخلاص بيفرز الميه، البيبي بيشرب الميه دي بيرجع يتبول فيها. فيا اما خلاص معجز. تمام. بيترسب فيه كالسيوم زياده ما بيفرزش كويس الميه. او البيبي بيشرب كتير. او ما بيتبولش فيها. فلو قلنا الميه قليله لازم نطمن على كل الابعاد اللي بنقول عليها دي. بايه بقى؟ باشعه معينه يعني؟ من خلال السونار ابو دوبلر العادي. لا العادي الدوبلر هيقول ان كميه الدم اللي داخل للبيبي كويسه ولا لا، اذا كان في مقاومه ليه في الشرايين والاورده ولا لا، عرفنا كل حاجه. تمام. معانا ام زياد من اسكندريه. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ام زياد. انا كنت بس عايزه اقول للدكتوره انا في الشهر الخامس، حامل في الشهر الخامس، ديت ثالث مره ليا. تمام. انا كشفت من 10 ايام كده، ف بينزل عليا مريض خلف، فالدكتوره اللي انا متابعه معاها بتقول لي الكيس اللي حوالينا هينبخروه. طيب حضرتك بتقولي انا حامل في الشهر الخامس ونزل عليا ميه الاسبوع ده عشان الصوت؟ بس اتفضلي كملي الدكتوره سامعه حضرتك. بتقولي الكيس اللي حوالين العيل مخروم. الكيس اللي حوالين العيل مخروم بيخلي الميه قليله. طب بتقولي ملهوش علاج؟ علاج ان انت تنام على ظهرك بس. تمام. اي استفسار تاني؟ انا كنت عايزه اعرف بس هو في علاج ولا ايه؟ ماشي حبيبتي تابعينا واحنا هنقول لك طبعا الاجابه. من ضمن اسباب الميه القليله ده اهم سبب انا نسيت اقوله اللي هو ثقب جيب الميه حوالين الجنين. بس ده دي في الخامس يا دكتوره. أيوة. يعني انا بسمع الكلام ده في الحمل اللي هو مثلا في التاسع او كذا. لا ده التاسع ده خلاص بقى طلق مبكر ولادهم. يعني طلق وجيب ولاد. انما في الخامس حصل ثقب جيب الميه يكون نتيجته يعني سببه اساسا التهابات. تمام. عندها التهابات مزمنه وصلت للجيب او هي بقى ايه بتعمل مجهود عنيف زياده. طبعا هو اهم حاجه ما يكونش معدل الفقد اكتر من معدل الاكتساب. بمعنى
يعني هي ما يكونش ثقب كبير وتدفق الميه مره واحده اثرت في الجنين. لو تدفق الميه بسيط احنا بنحاول نريحها، بندي حاجات تهدي ما يبقاش فيه طلق، حاجات من الطلق، بندي حاجات تزود الدمويه اللي داخله للخلاص بحيث يفرز ميه يعوض ده مع ده. ولازم نديها مضاد حيوي قوي علشان ما يدخلش ميكروب عن طريق الثقب ده، لان لو دخل ميكروب هيعمل التهاب في الغشاء الامنيوسي خطر على الام والجنين. مظبوط، فلازم يبقى في احتياطات كويسه. طيب ناخد مها من المنوفيه. الو. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. سلام. لو سمحت ممكن اكلم الدكتوره؟ اتفضلي اتفضلي يا استاذه نهى. الدكتوره مع حضرتك. نهى وليس يا دكتور حضرتك، انا حامل في الشهر الثاني. سادس؟ والدكتوره بتقول ان الماكينه بتاعت الطفل نازله في الرحم من تحت. افندم؟ وبتقول ان بتقول الماشينه بتاعت الطفل نازله في الرحم من تحت. عادي. تمام. فيها طيب درجتها ايه؟ المشيمة اللي نازله دي ليها درجات. هو طبعا تلتين الستات الطبيعي ان المشيمة مخلوقه فوق. مظبوط. في تلت الستات مخلوقه تحت. شكرا يا نهى لاتصالك. تحت دي ليها درجات، في درجه خطر اللي هي بتسبق الجنين، بتبقى نازله فتحه الرحم الداخليه، فتحه عنق الرحم الداخليه. تمام. دي بتبقى خطر، ممكن تنزل عليها دم طول فتره الحمل. فطبعا دي بقى لها احتياطات وننيمها ومفيش مجهود مفيش جماع، احتياطات كامله. تمام. لان في اي وقت لو جالها اتاك جامده من النزيف ممكن ننهي الحمل. فعلا؟ حسب بقى، ان عندنا دايما حياه الام اهم. ده حقيقي. طبعا. انما في درجات تانية بتبقى المشيمه نازله لتحت بس بجنب، ما بتوصلش لعنق الرحم. ما بيبقاش فيها خطر. ما فيهاش خطوره، بس هي تحسسها دايما تقل، زي ما يكون حاجه تقع منها. كل شويه عايز تعمل حمام بول على اقل كميه. دي برضو بنديها الاحتياطات وبنفهمها ابعاد الموضوع ايه عشان تحافظ على نفسها. مظبوط. لحد وقت الولاده لو هي هتاثر مثلا وخاف انها تنزف ممكن نعمل قيصري. طبعا. لو واخده جنب ومش هتاثر، لو ظروف الطبيعي يمشي طبيعي تمشي عادي طبيعي. بس الافضل ليها القيصري صح؟ حسب ظروفها بقى. على حسب المكان اللي هي موجوده يعني. لو خدها واسع حلو، طلقها بيجي الرحم بيفتح مفيش مشكله عادي، احنا ولاد طبيعي. تمام. طيب نقطه اللي احنا كنا بنتكلم فيها برضو قبل التليفون، ثقب الكيس بتاع البيبي. تمام. لو الام شربت ميه تعوض عن الميه ديت ولا ملوش علاقه؟ لا، ميه غير دي. بس انا كان في حد قال دكتور قال لا ده تشرب ميه كتير وتنام على ظهرها مش ظهرها دي عشان نقول يعني نقلل المجهود. لكن الميه ديت انا برضو كنت مش مقتنعه بيها. مش لا. مشكله. طيب الاجهاض المتكرر اسبابه ايه وعلاجه؟ الاجهاض المتكرر حسب انه فتره. لو اول 3 شهور ده بيبقى سقط عادي، بيبقى اما في عيب في تخليق الكروموزومات بتاع البيبي بينزل، او الدم ما بيوصلش للبيبي بيتجلط، فتلاقي هو اصلا نوعين، في حاجه في الاول اول شهر دي اسمها بلايتد اوفم، الكيس الحمل ضعيف ودمران ما بيتكونش اصلا جنين، وفي لا يكون جنين وبينبض كويس، زياره في الثانيه نلاقي ان النبض وقف. الحالتين دول طبعا يا اما بندي ادويه تساعد على النزول او بنعمل له عمليه تفريغ. طيب استاذن حضرتك ناخد ام محمد. الو. الو السلام عليكم. عليكم السلام. اتفضلي يا ام لو سمحت عايزه اسال الدكتوره. اتفضلي الدكتوره سامع حضرتك. لو سمحت يا دكتوره، انا شايله الشريط بقالي 6 شهور، انا معايا ابني عنده 4 سنين وشايله، كنت مركبه شريط وشايلاه بقالي 4 بقالي 6 شهور وما حصلش حمل. يا والده ايه طبيعي ولا قيصري؟ الدكتوره كتبت لي على تحاليل عملتها وطلع عندي هرمون الذكوره اعلى من هرمون الانوثه، يعني اللي انا فهمته ان هرمون الذكوره 14 والثاني 7. والده طبيعي ولا قيصري؟ الدكتوره بتسال حضرتك يا ام محمد. والده قيصري. تمام. والدوره بتتاخر جامد يعني، فالدكتوره كتبت لي على التحاليل ديت عملتها، طلع الهرمونات عندي متلخبطه، هرمون الذكوره عالي وهرمون الانوثه قليل اقل منه. طيب متشكره. وعندي تكيسات على المبايض. هي دي السبب. وكتبت لي على برشام اسمه ياز. فده طيب. اعمل ايه يعني، صح ولا ايه؟ طيب اسمعينا بقى يا فندم، شكرا لاتصالك. هي هرمون الذكوره لو عاليه يبقى في فعلا تكيس في الموبايل. تمام. هو سببه يعني مثلا يعني التكيس هو اللي عمل عندها التكيس بيزود زياده في هرمون الذكوره. فطبعا هي الدكتوره هتتابعها، هتديها ادويه معينه تقلل التكيس، تدي منشط للموبايل. بس انا بسال يا والده ليه؟ طب لان قيصري وبعدين لولب ساعات بيحصل انسداد في الانابيب. مظبوط. فبتحتاج اشعه بالصبغه على الرحم نطمن هل الانابيب سالكه ولا لا عشان نشوف ايه السبب. لكن هي غالبا الاسهل احنا بنبدا بالتحاليل، فهي الدكتوره بدات لها بالتحاليل تظبط لها هرموناتها وتدي المنشط. لكن لو في تاخير برضه لازم اشعه بالصبغه على الرحم.
طيب ما كملناش بقى الاجهاض المتكرر. الاجهاض المتكرر قلنا قعدت اول 3 شهور مظبوط، غالبا بيبقى زي ما قلت لك بيحصل تجلط في الدم لداخل الجنين، عشان كده بعد كده بنتابعهم بنديهم حاجات للسيوله، حقن نديها تحت الجلد مع اسبرين اطفال، ليها نظام معين. احيانا بيبقى نقص الغده دي برضو تحتاج الدروكسين، غده الدركيه. في بقى لو في الفتره الرابعه والخامس والسادس الاجهاض، يا اما الجنين عايش وكويس بس الست جالها طلق مبكر وعندها عنق الرحم واسع، فبص تلاقي العين نزل حي سبحان الله، ويرعص كده ويتنفس وشويه يموت. تمام، ده بنعمل لها ربط بعد كده لعنق الرحم ويتفك قبل ما عاد الطلق. ربط كباسين الربط ده قبل ما عاد نفكه، قبل ما عاد ما يجي لها الطلق. طيب هنقف عند النقطه ديت وناخد حنين لانهم الو حنين. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمه الله. ممكن اكلم الدكتور بعد اذنك؟ اتفضلي يا فندم. الدكتوره مع حضرتك، اتفضلي. يا دكتور بقول لك يا دكتور، انا كنت حامل وولدت ماشي، وبعد كده خدت وسيله اللي هو الشريط، وبعدين هو ساعدني ومش عارفه يعني في حاجه احسن منه ولا ايه، ومعايا بنت وولد. الوسيله طبعا لازم بالكشف، دكتور الناس هيشوف ايه اللي يناسبها، هل هتحتاج حبوب، تحتاج حقن، تحتاج كبسولات تحت الجلد، تحتاج لولب، تحتاج حاجات موضعيه، دي ما اقدرش نحكم عليها بتليفون، دي لازم حسب الدكتور اللي يشوفها. تمام. طيب الاجهاض المتكرر، قلنا الاجهاض المتكرر الجنين يموت في البطن وبعدين ينزل. تمام، يموت في البطن دي برضه يا اما تلوث، حصل تلوث او مزبوط. جرثومه التوكسوبلازما اللي هي بتاعه القطط، او حصل تجلط الدم ما وصلوش، ده هنديها برضه بنعلق لها محاليل، ينزل الحمى ما جيش ناحيتها، احنا بنعلق محاليل وندي حقن طلق او حبوب ثانيه بتعمل مقبضات للرحم لحد ما ينزل الجنين والمشيمه، عشان في ناس بيحاولوا يهابروا ينزلوا، لا غلط، ممكن تعمل نزيف. لما ينزل كله احتاج التنظيف نعمل، ما احتاجتش خلاص بندي الادويه بتاعتنا. وبعد كده لازم يتعمل لها فحوصات عشان نشوف سبب انه مات في بطنها ايه، عشان ما يتكررش حاجه زي كده تاني. مظبوط. طيب تعدد الحمل في السنوات المتقاربه ليه تاثير على الام والجنين؟ طبعا اولا لا هي بتلحق تعوض اللي خده من جسمها البيبي الاول، حديد والكالسيوم والحاجات دي، ولا البيبي بيلحق ياخد رعايته، يعني ربنا سبحانه وتعالى اداله سنتين في رضاعه وفطام، هي هتلحق ترضع ولا تفطم ولا هتلحق على اللي جوه ولا اللي بره. فالمفروض تنظم سنتين او ثلاثه ما بين كل طفل، راحه ليها وللبيبي. مظبوط. طيب البكتيريا المهبليه تاثيرها ايه على الحمل؟ وازاي بنعالجها؟ بنقول البكتيريا المهبليه بتعمل التهابات، التهابات دي لو جامده ممكن لو هي حامل بتبقى سبب من اسباب الاجهاض. في نفس الوقت ممكن تدخل على فتحه المثانه تعمل التهابات في المسالك البوليه. مظبوط. ماشي. طيب معانا اتصال من الاستاذ ربيع من بني سويف. الو. ايوه يا فندم. اتفضل يا فندم سامعينك. والله المدام بتاخد بعد الحمل الحمره بتاع الار اتش، لو ما خدناش ايه اللي يحصل؟ تمام. احنا مرة فاتت لو ما خدتش الحقنه ممكن شكرا هيتكون، شكرا على اتصالك يا استاذ ربيع، هيتكون في جسمها اجسام مضاده. لو حملت تاني ممكن اجسام مضاده دي يا اما تموت البيبي جوه بطنها، او زي ما قلنا هينزل البيبي مزرق ومنتفخ ولازم تعمل له تغيير دم اول ما ينزل على طول. تمام. طيب الجدر المائي لو الام اتصابت بيه وهي حامل ايه تاثيره عليها وايه تاثيره على الجنين؟ هي معظم الستات بتاخد مناعه من الجدر، يعني ممكن يكون جالها وهي صغيره فيكون عندها مناعه، لو اتعدت مش هتتعدي او حاجه بسيطه. انما لو ما كانتش اتعدت وصغيره تاخده بقى بطريقه محترمه، ايه علاجه بقى؟ طبعا هيبقى غلط، لان هو فيروس وممكن بيعمل التهابات في المبيض وحاجات جامده، وعلى البيبي برضه غلط هيعمل فيه تشوهات، فلازم بقى انها تحتاط من الاول، وهندي برضه حاجات، انت عارفه الفيروس ملوش علاج معين، مخفض حراره مثلا، حاجه تزود المناعه بس لحد ما تعدي على خير. طب مقلق؟ احنا دايما بنبقى نقول للست لقيتي حد عنده اسوء عدوته، اول ما تبتدي القشور يعمل قشور، الحبوب دي هي عباره عن حبوب مليانه ميه، تفضي الميه وبتعمل قشور، الفتره اللي فيها القشور دي هي دي المعديه، تبعد طبعا اي حد مصاب كده، وبالذات كمان ما تقربش من نفسه. طيب امراض المناعه الذاتيه ايه تاثيرها على الحمل وكيفيه علاجها؟ طبعا متعب مع الحمل، يعني في امراض المناعه الجديده دي اللي هي الذئبه الحمراء وحاجات كده، بتبقى هي بتتعالج بكورتيزون وحاجات كيماويات، يعني علاج كيماوي، فدكاتره المناعه بيدوها ادويه تتناسب الى حد ما مع الحمل، لان في حاجات ممنوع طالما حمل. وبنتابعها كويس، لازم تبقى دويتو ما بين الدكتور النساء وبتاع المناعه عشان الادويه بتاعتها.
طيب ناخد روضة من سوهاج. الو. الو السلام عليكم. السلام. ازيك يا دكتورة، عاملة ايه؟ الحمد لله. ممكن اكلم الدكتور؟ الدكتورة مع حضرتك، اتفضلي يا فندم. معلش يا دكتورة، بصي يعني الاول هي الشبكة مش مظبوطة عند حضرتك. حضرتك ممكن تتواصلي معانا تاني. طيب نرجع لأمراض المناعة. طيب في غير الذئبة الحمراء؟ يعني في حاجات كتير، والروماتويد وكذا حاجة، بس هم كلهم تحت كلاس واحد. تمام. فلازم تتابع طبعا تحاليل دايما، وزي ما قلت لحضرتك الادويه بتاعتها مع، لان انا ما اقدرش اكتب حاجه. لا مش هينفع ان احنا نقول. على فكره ما انا ده كنت عايزه انوه عليه من حلقات عدت، كل ما حد بيتصل بيسالنا فمتخيلين ان احنا هنقول يا جماعه اسم الادويه. مش هينفع نقول اسماء ادويه، يعني الدكتور مش هتنفع تقول اصلا اي اسم للادويه، يعني احنا بنتاسف على الموضوع ده، مش احنا بس، كل الناس. والرقم على الشاشه لو حضراتكم عايزين تتواصلوا مع الدكتوره من خلال الاتصال التليفوني مفيش اي مشكله. مظبوط. طيب الذئبه الحمراء فعلا من الامراض اللي حضرتك اتكلمتي عنها انها خطيره جدا في الحمل. طبعا العيانه وهي بتاخد كورتيزون تعبانه، سرعه الترسيب عندها عاليه جدا، فبتبقى مش متحمله يعني ضغط الحمل وتعبه ضاف مرضها، فيبقى الله يعينهم طبعا. تمام. بتتابع مع الدكتورين لحد ما بنولدها بالسلامه، برضو الى حد ما مش عايزين نجهدها بالولاده الطبيعي ومجهود الولاده الطبيعي، قيصري، وبعدها بتكمل علاجها العادي بقى. اذا كانت هترضع هيبقى نفس السيستم، فبترضعش هترجع للعلاج اللي هو كانوا مانعينه منها وهي حامل. مظبوط. بتزيد في الحمل او ولا هي ملهاش علاقه بالحمل؟ لا، هي نشاطها بيبقى عادي. يعني زي ما هي جايه لها نشوف بقى بتزيد بتقل، دايما بتحاليل على طول اول باول دكاتره المناعه. مظبوط. طيب خلينا نتكلم شويه عن الورم الليفي. هو انواع. مظبوط. امتى يتشال بجراحه وامتى يتشال بمنظار وامتى نشيل بسببه، يعني ربنا يعافينا، الرحم كله؟ طبعا حسب السن اللي هو فيه. يعني تجي واحده مثلا، واحده جاني كانت اول مره متجوزه، كان سنها فوق ال 30 35 تقريبا. تمام. وجايه بتقول ما حملتش. تمام. فبعمل لها سونار، لقيت ورم ليفي محترم مال التجويف الرحم كله. تمام. وكبير حوالي 10 سم او كده. يمكن اكتر كمان ساعتها من 10 سم. طبعا دي يا ست عشان تحملي لازم ده يتشال. تمام. على طول شيلنا جراحه. بيقوم حضرتك ليه كبسول. يتشال كامل من كبسولته. وتريح لها شويه. بعد ما شالت الورم ما شاء الله جابت اربع عيال ورا بعض. الحمد لله. يعني كده. في ورم لوفي مش جوه جدار الرحم، بيبقى طالع بره جدار الرحم. مفيش زي مشكلة. عارفه البطاطس لما يبقى لها حاجات طالعه منها. ده مش هيأثرنا في حمله، بس هو لو كبر ضغط على الحاجات اللي بره اللي حوالين الرحم بيألمها. مظبوط. ده ممكن يتشال بنزار او بطن او بنشال بالجراحه. برده اللي جوه التجويف لو صغير فيه بيشرب المنظار، لو كبير جراحه. تمام. طيب انا سعدت جدا جدا بلقاءات حضرتك. يعني الوقت الحلقه طبعا جري بينا، واتمنى كمان الساده المشاهدين يكونوا استفادوا من سلسله الحلقات اللي احنا قدمناها مع الدكتوره ساميه لطفي جاب الله، استشاري امراض النساء والتوليد والعقم. بشكرك جدا يا فندم وكنتي منوراني. اشوفك على خير الموسم الجاي ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. تشرفيني وتنوريني. طيب نطلع فاصل ونرجع لكم تاني.